شيرات كلكم ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيما قلت لكم مازال رانا في الجزائر هنا، بغيت نشارك مع خواتاتي فقط واحد الصدقه ولا معروف، حنا نقولوا له معروف درته الاخت الكبيره تاعي، بغيت فقط للاقارب والاصدقاء المقربين. كما راكم تشوفوا هذه الصدقه بمناسبه البيت الجديد، درنا فقط تحضيرات لبعض الاطباق وبعض الاكلات. كما راكم تشوفوا هنايا المحمر مخلط بالصوالح بزاف، سلطات ثاني منوعه، الحريره، كلشي راه قدامكم كما راكم تشوفوا خواتاتي. بغيت نشارك معكم فقط مقتطفات، لغالب الوقت ما كاش عندي باش نجم نصور ولا ندير حاجه كبيره. هنا ثاني هذه صدقه تاع الكسكس، يعني الطعام تاعنا درناه بال كما راكم تشوفوا هنايا التشكيله تاع كدايا، هذا درناه للمسجد، درنا هكا عده انواع كما هكا درناهم للمسجد صدقه. ان شاء الله يا ربي ندعو ربي فقط القبول. وهنا تشوفوا ثاني قهوة، تحضيرات خفيفة، حاجة تاع قهوة كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا ربي خواتاتي تعجبكم الاجواء معنا والتحضيرات اللي قمنا بها. ايوا خروفنا الصغير، نخواتاتي جبنا هذا الدباح غادي يذبح لنا ان شاء الله. هنا بعد الذبيحه كما راكم تشوفوا الدواره وكاع رانا قاعد تعاوننا عليها، رانا نقيناها وهاو الخروف تاعنا معلق مسكين. يسمح لنا يسمح لنا راه معلق. وهنا درنا شويه مسمن، يا درا يا درا يا درا مسمن كده جا شباب، هذا هو تاع المسمن تاعنا تاع الطاجين يجي ناشف. وهنا الشيره تاني درنا شويه كبه كما راكم تشوفوا، بغينا نديروهم حاجه جديده. هاي الكبه تاعنا رانا وجدناها بهذه الكميه كاع، ان شاء الله يا ربي تقد. وهنا درنا وجدنا البوريك ثاني كما راكم تشوفوا، عمرناه بالكفته. وهنا رانا نغلو في الزيتون ونوجدو. وهنا خواتاتي اللحم رقدناه كاع، درنا لي زيفيس درنا له صوالحه وخليناه يشرب كما راكم تشوفوا كما هكا. غدو ان شاء الله نحمروه ويجي الكوت تاعه روعه ان شاء الله يا ربي. وهنا بعض تشكيلات حلويات، ما نكذبش عليكم خواتاتي هذه الحلويات ما صنعناهاش، رانا شريناها راكم عارفين الوقت كان ضيق شويه، بصح كما راكم تشوفوا هذه هي الحلويات تاعنا الجزائريه متنوعه بجميع اذواقها وجميع تشكيلاتها وتزيينها، وكل وحده والكو تاعها ما شاء الله. واحد المحل يبيع كاطو شباب شباب بزاف كما راكم تشوفوا، هذه تشكيله فقط، هذا الشارع كما هكا حاجه خفيفه كما راكم تشوفوا. انا عجبني غدي الكره تاعها روعه، اما البنة كتري هذه البيضه هذه بنينه، وهذيك البينك هذيك تاع اللي منهيه الكو تاعها شباب بزاف.
وهنا الجنب هذا هو السيد المسيح فاطمة. وانا شريت رانا نعمرو في البلاطة على السلطة، صنعنا الفينيغريت وحدها، وهنايا كما راكم تشوفوا درنا الباربا، درنا خيار، درنا هذاك الكاشي بالزيت وفرمج عمرناه في ليكيردو، درنا هنا الجزر تاني رقدناه، هنا الباربا، وهنايا تاني بطاطا بالمعدنوس، وهنا البيض خويته بين عمره ان شاء الله، وهنا درنا لهم شويه ماسيدوان كما راكم تشوفوا بالجلبان والمايز وكاع، وهنا البيض كما راكم تشوفوا عمرته تاني. وهيا الكبة تاعنا راهي طابت كما راكم تشوفوا، وهنا درنا فقط اوراق تاع السلطه كديكور، ودرنا محمر ورشينا عليه الزيتون بالشامبينيو، وهنا كاينه مسرده ديجا راني حاطها لكم في الفيديو تاعي، والبوراك كما راكم تشوفوا قدامكم، وهذه الحريره الوهرانيه تاعنا، والحميص، الفلفله تاعنا الحاره غنيه عن التعريف. وهيا لا تاني السلطه تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا شكلها على هذا الشكل. شديرون جيتي صالح الدبان وحرشت الكلبة بتلكلب. ان شاء الله احنا انا ندعي لاختي ان شاء الله يا ربي تكون هذه الصدقة تكون مقبولة ان شاء الله يا ربي تقبلها منكم، وان شاء الله تكون عجبتهم الحطة يا ربي تكون عجبتهم الماكلة. وانا تاني رانا نوجدو في لي بلاط على القهوة من بعد الفطور اللي فطروه، ما نجمتش نصور الناس راكم عارفين الصور بريفي وكاع، الانسان ماكش يصور الناس كيما هكا بالك ما يبغوش ولا حاجة، المهم حنا صورنا فقط لقطات معتبرة. واش راه ما صراحه اشمن روحي من هنا جات.